لا انت هتفهميني ولا انا انت قادر استعمل عمايلي. كل حي يروح لحاله احسن. كان زمان قبل ما يكبر وتطلع له ضوافر يخربش بيها احبابه وقبل عدوينه. حصلت ينشروا فضايحنا في الجرانين كمان. اطلب المكتب يا مصطفى. المكتب مع سعادتك يا فندم. ايوه يا سالي، الله يسلمك. مجلس الاداره يجتمع على ما وصل. توسون يجهز بملف عمليه الطلاينه. 5 دقايق بالظبط هكون عندكم. امين بيه في الطريق يا جماعه. مجلس الاداره بالكامل لازم يكون في قاعه الاجتماعات في خلال 2 دقيقة. الو استاذ توسون، ملف عمليه الطلاينه يكون مع حضرتك في الاجتماع. أمين بيه الحمد لله على السلامة يا أمين بيه. الله يسلمك يا سالي. 100 مرة أقول لك يا مصطفى مفيش داعي أبدا لطابور المهنئين اللي بيقف يهنيني كل ما أرجع من بره ده. ديك حق يا فندم، بس بيحبوك ومن حقهم يعبروا عن مشاعرهم. يعبروا عنها عملي، يشتغلوا يا درش ولا إيه؟ نهايته الاجتماع جاهز؟ كل اللي طلبتهم ساعتك موجودين يا فندم. عال مصطفى ادخل اديهم فكرة مختصرة عن الموضوع لغاية ما أجيلك. أمرك يا فندم. ان شاء الله رحله موفقه يا امين بيه. يعني مش بطاله. كنت هقول لك ايه، الشنطه. ده تحطه لي في خزنتي. كيف يا فندم؟ ردي واني في اجتماع. الو. ايوه يا فندم، هو في اجتماع. مين حضرتك؟ مين؟ سعد حجاب. حضرتك اتصلت قبل كده؟ طب في نمره تليفون اتصل بسعادتك فيها؟ الجماعه بيعتبروهم من احسن صناع الموبيليا في العالم كله. اي عملت معاهم مجهود خرافي عشان اقنعهم يفتحوا فرع ليهم في المنطقه الحره بورسعيد، وعملت معاهم اتفاق مبدئي على اساس ان احنا نناقش التفاصيل لما نشوف الارض اللي احنا هنبني لهم عليها المصنع. انا بلغتهم ان احنا ممكن نجهز لهم المصنع من انشاءات وتركيب وبنى في خلال 3 شهور. سامعني يا باشمهندس؟ 3 شهور بس. البنى مش اشكال يا فندم، بس الماكينات مين هيركبها؟ هم هيدونا الكتالوجات واحنا هنركبها.
ازاي؟ مش لما نعرف حسن وبعدين يا فندم وقت التركيب يعتمد على نوع المكتب كده ازعل منك يا جنتل. اظن لما قلنا اتفقت ومضيت يبقى خلاص لازم يحصل حتى لو اشتغلنا 30 ساعه في اليوم ولا ايه يا جناتل؟ توصل الملف ده فيه تقديرات وتكاليف المشروع عاوزك تدرسه كويس وتقول لي التكاليف الفعليه للمشروع علما بان انا قلت لهم ان متر الارض يساوي حوالي 2000 دولار اليومين دول. ادرسه كويس ورد عليا بالكتير بكره الصبح قبل ما يوصلوا المطار عاوز الملف يكون عندي. بس ده مكتوب بالتلياني وهيحتاج وقت عشان نترجمه هنلحق. الله 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 جرالكم ايه يا جماعه؟ انا اسيبكم اسبوع ارجع الاقي رتمكم وقع بالشكل ده؟ وبعدين يا جناتل يا جماعه الناس دول عندهم كل ثانيه بفلوس هيقعدوا معانا يومين لازم نكون مضيينهم على كل التفاصيل. صح صح معايا امال حسن وتصبر اتفضلوا شوفوا شغلكم ما تعطلوش نفسكم. مصطفى امرك يا فندم. فهمت سامع على ظروف الناس دول؟ حصل يا فندم. عاوزهم يرتاحوا اخر راحه اكل وشرب وفسح كل امورهم تبقى في التمام. فهمني يا ابو سام؟ جاهز يا فندم. جدع يا جنتل. ايوه يا سالي. محمود بيه رشاد على التليفون يا فندم. الو اهلا يا ابو حنب. الله يسلمك. الحمد لله. اسمع يا سيدي انا سالت لك على حكايه الفيلم الخام دي الحقيقه وروني تفاصيل انا ما فهمتش منها اي حاجه لكن اهو جبتها لك معايا. لما بشوفك بالليل هقول لك. بس تقل جيبك يا محترم. انا رقبتي سداده. ماشي اوكي بالسلامه صباح الفل. ها كنا بنقول ايه؟ امين بيه في اجتماع يا فندم في اي رساله نبلغها له؟ حاضر يا فندم حاضر مع الف سلامه. أمينكو أي خدمة يا فندم؟ أيوة وصل مين بيتكلم؟ أيوة يا فندم موجود مين عاوزه؟ أهلا يا مدام. طب ثانية واحدة معايا. أمين بيه مدام لولا الشماعة على السماعة التانية. أنسة سالي الناس دول سيادتك عايزين. صباح الخير على عيونك يا ست. أهلا خير. بس عايزين نقابل أمين بيه بخصوص. لا بس قولي له عبد الحق برعي وسعد حجاب. أيوه بس أمين بيه مشغول. لا معلش بس قولي له أنت قولي له هو هيسيب اللي في إيده ويجي جاري على طول. حكمانة ولا مؤاخذة مربيه أبقى عمه. قولي له بس عمك عبد الحق. طب اتفضل استريح. ربنا يريح قلبك وما رقدلكيش جبت ابدا. اقعد يا ابو سعود اقعد. صاحبنا حلال ويستاهل النعمه دي كلها. مين؟ بيقول عم حضرتك. عمني؟ هو انا ليه عمام يا سالي؟ بيقول اسمه عبد الحق. عبد الحق؟ عبد الحق برعي؟ اظن كده. وده ايه اللي فكروا بيا دلوقتي ده؟ انا عندي مواعيد ايه النهارده؟ واحدة وربع في ميعاد مع عاصم بيه المرشدي. يعني قدامنا 10 دقايق. طب هاتي سالي هم 10 دقايق حتى لو اتاخر المرشدي بيه. حاضر. سالي حلو قوي ريحه البرفان ده. ياه ده انا بقالي اكتر من سنه ونص بستعمله يا امين بيه. بس انا اول مره اشمه دلوقتي. اسكت ما اقولش ده حتى ربنا يحاسبني. امين بيه في انتظاركم اتفضل. مش بقولك يلا يلا يا سعد. بس لو سمحت 10 دقايق بس عشان في مواعيد مهمه. 10 دقايق يلا يا سعد. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا 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 يا اهلا امين بيه اهلا وحشني يا امين ايه؟ وحش ياكلك. اهلا ده سعد بن مساعد. سعد؟ يخرب عقلك والله ما عرفتك يا ولد. ازيك يا سعد وزي امك؟ يا
تسلم عمرك يا امين بيه. انت اتغيرت كده ليه يالا؟ الزمن بقى يا امين بيه. زمن ايه يا راجل يا عجوز؟ ما انت عددك قلبه ما شاء الله اهو. اقعد اقعد واقفين ليه؟ اقعد. الله يكرمك اتفضل. تعال اقعد يا سعد. اقعد يا سعد. العصير يا سالي. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. يا اهلا بيك. احنا مش عاوزين نعطلك بقى عشان الست منبهه علينا كده. يا راجل ولا يهمك، خد راحتك، ربنا يريحك ويزيدك من نعيم وكمان وكمان. بقى سعد قصدك كده في خدمه امين بيه؟ من عناية. ان شاء الله تسلم يا امين بيه. انت عارف هو فتح كده دكان نجاره كده على قد يعني، فتحها بعد ما رجعنا من التهجير. بالاختصار احنا ربنا اكرمنا بشغلانه باب وشباك، خدتها انا وسعد شركه مع بعض، هيطلعنا فيها لقمه عيش حلوه ان شاء الله. وطبعا انت عارف ان السوق شاحم الخشب اليومين دول، والشغلانه هتتعطل، ودي فيها غرامه احنا مش قدها. ولازمكم خشب. كلك نظر ومفهومي؟ بس كده؟ سالي ابعتي لي سامي. ايه مالك يا سعد؟ لا مفيش حاجه، اصل هو يعني مكسوف حبتين يعني عشان الفلوس كلها مش معانا. يا راجل دي مساله بسيطه، اشربوا العصير وتتحل حالك. ربنا يحلل لك الرزق يا امين بيه. تعال يا سامر تاخد البهوات تنزلهم المخازن، اختاروا اللي هم عاوزينه وتشحلهم على طول على بورسعيد. معقول كده؟ يا سلام اصيل اصيل وشحم من يومك يا امين بيه. وبعدين تاخدهم الحسابات يدفعوا اللي معاهم، والباقي يعملوا بيه كومبيالات بالطريقة اللي تريحهم في الدفع. شهر، اتنين، تلاتة، مش مهم. ها؟ معقول كده؟ معقول، معقول. ولا ايه يا ابو السعود؟ ما نتحرمش يا بيه. اخس عليك، قليل الاصل. حواليك بس. اصله من احسن الناس، بس هو اللي طلع كده مش عارفه لمين، يمضيك على كومبيالات؟ كنت اعمل ايه بس يا اما؟ ما قدامناش حل غيره. الشغلانه لو اتاخرت عن كده كانت هتبيعنا حته الورشه اللي شقيت على ما عملتها. الله يسامحه بقى عبد الحق، هو اللي ورطنا في الشغلانه من الاصل، وفي نيبه الكمبيالات اللي جدت على راسي دي. هاني من الاول قلت لك ما تروحلوش. قلت لك لو كان في خير ما كانش ساب اخواته ياكلوا لقمتهم متضلين وهو في النعمه اللي بتقولوا عليها دي. ان كان ملوش خير في اللي منه، هيبقى له خير فيك انت؟ ربنا يقدرنا نسد له الكمبيالات، وهي نوبه وما عادتش تعود. يا خالتي خاله ام سعد. دي فاطمه. اسمع، اوعك تجيب لها سيره انك قابلت امين ولا رحت له ولا اي حاجه خالص. انت يا ولية يا خالتي. ايوه يا فاطمه. مساء الخير يا ولية يا رشان. يا فاطمه انت يا بنت مش هتبطلي طولت لسانك دي. عوف يا سعد. حماتك تحبك. واني ما احبش ابنها. انت يا ولية بتتعززي علينا ولا ايه؟ ما بتجيش ليه؟ اخ المراتزم يا فاطمه بيدغدغ عظمي يا بنتي. مش بقول لك عجزتي واللي كان. شوفي بقى يا ستي، الجمعيه لمت 20 نفر في 5 جنيه ب 100 جنيه. تاخديهم تفكي بيهم ازمه لوستا ولا تستني لما الملك كمان 5 6 انفار؟ ولزومها ايه الجمعيه؟ ماني خلاص. خلاص ايه؟ لقيت حد يديك الخشب شوكو؟ ايوه. اصل زي ما تقولي كده يعني، لقى حد هيخش معاه شرك. وليه بقى تقسم لقمتك على ده وده؟ قالي مش قايله لك يا وليه هلمله جمعيه؟ هقول لك ايه بقى؟ عيال ما عندهاش صبر. ومين بقى بسلامته اللي هيشارك؟ ايه؟ ناس ما نعرفهمش. معرفت عبد الحق. يبقوا حراميه من صنف عبد الحق وحياكلوك. لا لا لا، قول لهم متشكرين ربنا فرجها، وخد دول مشي بيهم حالك، واني قدامي ناس بيخيطوا عندي هلملك منهم كمان 5 6 انفار، انت ورزقك بقى. ها؟ ايه مالك يا والي؟ اصله محتاج مبلغ كبير قوي، اكبر من ده بكتير. بيقول لك محتاج يجيب 1000 جنيه خشب. طب وماله؟ يشتري بدول دلوقتي وربنا يفرج. يا اختي سيبك منه، يدبر حاله بمعرفته واحنا مالنا. زي العيال. انت يا زفت يا مبروك. مليون مره اقول لك مالكش دعوه بحد يا حيوان انت. طب وهات بقى. والله العظيم تعالى لو اوريك، عشان قلت لك مليون
جعان. امشي نجار اغسل ايديك ووشك وبعدين دور على الاكل. ألا. امشي ما تنحش كده يا باي. واللي الواحده البات فيه تصبح فيه. اعوذ بالله. بصراحه بقى ممدوح له حق. جاته كسر حقوق لما يبقى طويل وعريض ومتعلم ويعمل عقله بعقل ولا غلبان زي ده. رجع لقى فحص الالوان في اللوحه بعد ما خلصت. قلت له بدل انه بقى الف يشيل حاجته من قدام. يوديها فين بس يا ابله؟ وانا اعمل لكم ايه؟ اخوكوا استحملوه زي ما انا مستحملاه. هو قط هسربه. ما تحرقيش في دمك انت بس دلوقتي. يهدى. انا متبله السمك والرز بيتشرب. تقليه انت ولا اسيب مذاكرتي انا بقى واقليه؟ لا يا اختي اقليه انت. من عينيا يا قمر. ايوه كده اضحكي بلا هم. ما قلتليش فستان عجب العروسه؟ يعجبها ياك بس هي تعرف تلبسه. انت يا استاذ مش عايز فلوس؟ ما انت عارفه اني لسه قبض امبارح. وهو قبضك ده فلوس؟ بقول لك فلوس فلوس بحق وحقيقي. امال اللي لسه دافعه لك امبارح ده كان ايه؟ ورق بوسطه؟ انا معايا في الكيس الغلبان ده 100 ورقه. ايه؟ مش بقول لك فلوس؟ لميت جمعيه الناس استغنوا عنها، قلت بركه اقسمهم اني وممدوح. اخد 50 اشتري بيهم عده عراوي وتطريز بدل شحطتي كل ساعه والتانيه في الدكاكين. وتاخد انت 50 تشتري بيهم بنطلونين وقميصين وتدفع لي فوق مصروف البيت 2.5 جنيه. قلت ايه؟ 20 شهر يفوتوا زي غيرهم ما فاتوا. اقعد ادفع عني في بنطلوني 20 شهر؟ لا يا اختي انا عندي امشي كده على قد حالي كده احسن. يا ولا خلي عندك صبر. اصلهم ما بيصرفوناش مع المائيه شويه صبر. اجيبهم ماني منين؟ يا جاتك ايه ممدوح؟ طب اسمع نقسم الحكايه بالنص. اديني قربتها لك. تدفع جنيه وربع واني الباقي يا ست. انا متشكر ما يلزمونيش. حظ الله بيني وبين القرش السلف. انا كده 100 فل ملعونه ابو القرش السلف اللي يجيب وجع دماغ لصاحبه. يو هي الفلوس دي مش راضيه تروح لصاحب نصيبها ليه؟ عجاي الله تسلم ايديك يا ولا ممدوح. بلاش يا سيد. اللي هيرزقك في الغربة قادر يرزقك هنا. كفانا فراق. تعالي معايا يا فاطمة. عايزك بجلابيتك. حتى شعرك ما تسرحهوش. عايزك زي ما انت كده. يوم الحرب ما تنتهي نرجع و والعيال يا سيد. هنبعت لهم كل طلباتهم من هناك. هناك الرزق ياما. هناك اتجوزك ومعاكي 1000 عيل. لو قلبي انقسم 2 كنت اروح معاك وافوت لهم نصه. لهم اعمام واخوان. نسال نلاقي. مقطوعين من شجر. وامين. امين اخوهم. ليهم عليه حقوق. امين مات من زمان وانت عارف. طيب طب وانا يا فاطمه؟ انت راجلي ولو بعد 1000 سنه. وانت يا فاطمه؟ انا مبليه. مبليه بفراق الاحباب. فاطمة 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 فاطمة, فاطمة!
العلم فوق الاحتمال والقلب من حمله ما الحلم فوق الاحتمال والقلب من حمله ما خوفي فاطمة. ايه مالك يا فاطمة؟ ماليش قالي العشاء جاهز يا حضرات. لحقتي قالت السمك؟ وان ما لحقتهوش هيلهى في المبروك. يلا يا ممدوح الاكل هيبرد. لا يا راجل اني زعلان منك خالص. معقول ما اشوفكش من ساعه ما رجعت؟ العربيه جاهزه يا صاحبي. كل ما اسال عليك يقول لي في اجتماع المجلس. ايه يكونوش بيصرفوا لكم بدل جلسات؟ امال ايه الحكايه؟ المهم أنا عاوزك دلوقتي تلبس قدومك حالا وتسبقني على الأوتيل. لا أبدا، كل الحكاية أن أنا عازم جماعة طلعين أصحابي عامل لهم حفلة صغيرة كده علشان مسافرين بكرة الصبح بورسعيد. لا أبدا، شوية بيزنس كده. تعال يا سيدي يمكن ينوبك من حب جانب. بتقول إيه؟ تلطشهم مني؟ لا كان غيرك أشطر. المهم بسرعة بقى قوي عشان ما تأخرش. ماشي بالسلامة يا جنتل. يا عثمان حني مبيه. لو حد سأل عليا أني هرجع الساعة 12. السلامة صعد البيه. خشب وصل استا سعد. وصل ايه يا معلم عبد الحق؟ علي النعمه الراجل ده اكبر حرامي في القطر. الله الحموله لسه ما وصلتش. يا ريتها ما وصلت. انت مش شفت بعينيك الخشب اللي احنا منقينه هناك؟ على شوف الخشب اللي بعته لنا. ايوه باعت ايه بس؟ مش فاهم. باعت خشب تموين درجه ثالثه كسر. ما تستعناش تعمل بو صناديق بملاليم. الله 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 الله، ما ده هيكون راجل بدله في السكه السواق. سواق ايه يا معلم عبد الحق؟ داني سايق عليه أمة لا إله إلا الله ينتقم منه ربنا. الله وإحنا هنروح بعيد ليه؟ أنا سمعت إن هو موجود هنا في بورسعيد. تعال نروح ندور عليه ونشوف إزاي يعمل كده مع أهله وناسه اللي فضلهم عليه. هي نهيبة ولا نهيبة؟ هندور عليه فين دلوقتي يا معلم عبد الحق؟ في أسفل السافلين. وإحنا مش دافعين له فلوس ولا واخدين خشب ده سادة. قوم تعالى تعالى. خلي بالك يا متر أنا راجع طوالي. الله هيضحك علينا على اخر الزمن.
عايزين نقابل بيه بخصوص مسألة شخصية. ايوه بس انا سكرتيره الخاص والمفروض اعرف عاوزينه ليه. مش عاوزين وجع دماغ. تطلع تقول له عبد الحق البرعي تحت، يا اما تقول لي هو فين وانا اطلع له بمعرفتي. لا ما تبصليش كده، احنا بهوات برضه وفندية ومعلمين وعندنا ناس زيها كده مشغلينه وبندفع لهم اجره من جيوبنا. انت بتزعق ليه؟ عشان شايفه كده مناظرنا مش مريحاك. انا ما غلطتش فيك، انا بس بسالك عاوزه ليه. ده شغلي وانا كمان شغلي، عشان خشب الكاس اللي بعتهولي بعد ما قبض ثمن وعشرات. طيب اتفضلوا استريحوا دقيقتين. عجايب على عالم المناظر دي يا جدع. ما تقعد يا سعد، احنا جايين نشحن. حاضر حاضر. امين بيه بيعتذر لحضرتك لانه في اجتماع مهم. بيعتذر؟ بيعتذر عن ايه؟ وانا جاي اشحت منه؟ انا برضه عايزه في اجتماع مهم زي اللي هو قاعد معاهم. هو بيقول لحضرتك ممكن تعدي عليه بكره الصبح الساعه 9، هيكون في انتظارك. يوه زي بعضه يا معلم، النهارده من بكره ما تفرقش. وعلى كل انا تحت امرك، اذا كنت تحب ابلغه اي شيء. ايوه ناسك اللي عاشروك ايام زمان، ايام السبعة جنيه اللي كان بيقبضهم من مينا، واللي عرفوا التهليب زمان خطوه بخطوه. بيقول لك عيب عيب امينه منزلاوي، الحرامي الجدع ما يسرقش ناسه. بس وانا هفوت عليه بكره. يلا سعد الكمبيالات دي هتفضل عندي. عبد الحق يا ساتر يا رب. الله عاد يظهر نعمه بتنسي البني ادم اصله يا جدعان.